أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التواصل مع أديس أبابا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية السيدة هيروت نائبة رئيس جامعة أديس أبابا والسيدة مولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس أبابا، وذلك بحضور سفير إثيوبيا في القاهرة. وعبر السيسي عن تطلعه لتعزيز الجانب البرلماني في العلاقات الثنائية، مشيرا إلى حرص مصر على التوصل إلى توافق مع الجانب الإثيوبي حول جميع القضايا في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين. السيسي يؤكد لرئيس الوزراء العراقي دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب. تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلتها له مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الدكتورة فايزة أبو النجا. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب وللقرارات التي يتخذها العبادي في مجال الإصلاح. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب وللقرارات التي يتخذها العبادي في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد، بوصف العراق ومصر في جبهة واحدة ضد الإرهاب. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لرسالة الرئيس السيسي وتقديره لموقف مصر الداعم للعراق. رئيس الوزراء يترأس المجموعة الاقتصادية ويستكمل برنامج الحكومة بزيارته الميدانية. رأس رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر هيئة الاستثمار، وأوضحت مصادر أن المجموعة الاقتصادية ستناقش آخر تطورات الوضع الحالي لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي. العجاتي ما يتردد عن استقالة لا أساس له من الصحة وعكاشة أيامه معدودة. أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المستشار مجد العجاتي أن ما يتردد من أنباء حول تقديم استقالته من الوزارة لا أساس له من الصحة، إلا أن النائب البرلماني توفيق عكاشة قال إن أيام المستشار مجد العجاتي معدودة فليملأ الدنيا حديثا كما يريد، مضيفا أن العجاتي يتحدث كما يريد. البحرية والجوية المصرية تشارك في التدريب المشترك باليونان. غادرت وحدات من القوات البحرية والجوية المصرية متجهة إلى اليونان للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 2015، والذي يستمر لعدة أيام باليونان، ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة والمهام القتالية والتأمينية. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الثلاثاء دافئ معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية وخاصة محافظة سيناء. ومن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين الشمالية غربية. نهاية النشرة. دمتم في أمان.